واعطيوني الحريره والخبز خون وشي شويه ديال اتاي. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. غدا مقابله المغرب واسبانيا، غدا المقابله الفاصله، المقابله اللي اما غادي تدخلنا للتاريخ عاود من جديد، اما يكفينا هذا الشيء اننا دزنا للدور الثاني، يعني كيف ما كانت النتيجه غادي نصفقوا المنتخب الوطني. واحد القضيه اللي ما عجبانيش وما عجباش المغاربه كاملين هي التذاكر. التذاكر، لان القوه ديال المغرب هو في الجمهور ديالو. ربما ركزوا على هذا الشيء الهنود وباكستان وبعض الكراغيله والبرازيليين باش انهم يعاودوا البيع في التذاكر باش يربحوا. هذه زعما فرصه لهم باش انهم يبيعوا التذاكر من جديد باثمنه خياليه. ما عجبتنيش واحد اللقطه ديال بعض المغاربه مشاو للمقر ديال المنتخب وقالوا تما بغينا القجع بغينا القجع. جا عندهم ابرون تناقشوا معاه، قال لي مودي ماشي بيدنا القضيه بين الفيفا وبين البلد المستضيف والست ديالهم وشرح لهم هذا. قالوا لي بغينا القجع جا القجع ما بغاش يجي عندهم. كنعاتبوا على هذه اللقطه، يجي يسمع الجمهور، يجي يسمع الناس اللي ضاربين الطريق، ماشي مشكل. كنعاتبهم عاود هما علاش يعيطوا للركراكي. الركراكي دقيقة جي عندنا بغينا، اش بغيتي الركراكي؟ خليهم كونسونطري مع الفرقة ديالو مع الدار. ما هو إداري إداري؟ واش الركراكي هو اونترينور غادي تدخلك في التذاكر؟ الله يهديكم، وبدات نحضروا عقلنا عاود شوية. عيطتي للقجع من حقك، أنا كنعاتب القجع علاش ما يجيش يهضر معاك؟ أبرون كاع دوك المسؤولين ديال الجامعة خصهم يتدخلوا. الجمهور جاي، كاين اللي جاي من بلاصة بعيدة، كاين اللي جاي من المغرب، كاين اللي جاي من الأمريكي، كاين اللي جاي من هولندا، من هذا باش يشجع المنتخب الوطني. يعني خصو يتوفر ليه التذاكر، وخص الجامعة تواصل مع الفيفا باش الناس اللي كيبيعوا التذاكر في السوق السوداء أنهم يتعاقبوا أشد عقوبة. الشيء كذا كان ممنوع يعني في القانون ديال الفيفا. وهذا معليش ندوزو الأول فيديو على بركة الله. يا جماعة كاين واحد البلاد راحت القطر على اساس كانت تشجع مع انه منتخبها مو موجود بقطر. دوزنا المهم شدوهم عم يسرقوا. طمنونا عنهم هذول اللي انشدوا، واش طلقوهم ولا ما زال؟ ادي الله يدير اللي فيه الخير. دوز فيديو اخر. خويا رضوان هذا ماشي ديالنا، دوان توتري كيفاش كيقول؟ ولا وان توتري ديال مو واحد جوج ثلاثه جاب مع مو من تحسات الدنيا. وان توتري فيف لا ماروك. اقسم بالله الا هاد العاطفه اللي لعبوا لكم عليها الجزائريين باش تيقوا ديك ديال خاوه كنشجعوكم، نهار تخسروا ولا تقصوا عاد غادي تشوفوها. بحال واحد مشى كينقي في الشارع غير دوك اللي كيقولوا حنا مع المغرب وكذا ودوزوهم. وشوف شوف الاخر اللي دار ميكرو تروطوار وداز في الشارع كامل، يعني وكلهم كيقول لك ما نسيبورتيوش المروك. فين كاينين هذوك في الاسكا؟ حتى هما في الجزائر معاكم. اش كتلعب على العاطفه دابا فاش كنغلبوا؟ اما نهار نخسروا عاد يبانوا النياب ديالهم. تما عاد تفكروني ملي نخسروا يبداو يسبوا في المغرب ما صيفطوا ليش الفيديو ديالهم. تما كمدوها وسكتوا، انا عارف هما اش كيديروا. راه قالها الجزائر، قال لك حنا الا غلب المروك نصفقوا ليه وحنا معاه، والا خسر نستشفاو فيه. وان تو تري فيف لا ماروك. وان تو تري. دوزوا الفيديو اخر. بصوا يا جماعه وانا ماشي في الشارع، تحيه للشعب المصري، هادو خوا خوا صاحبي. علاش ما علاش نتوما مزيريننا باغينا نديرو خوا خوا مع الجزائر؟ صحه مع مصر خوا خوا. دانا وانا مرير في الشارع بصيت لقيت واحد ماسك البلاستيك عمال ينفخ فيه. تتصور بيعمل ايه؟ بيشم السيليسي. شوف مصر سبقنا بسنوات ضوئيه في السينما، في السينما سبقنا بسنوات ضوئيه. قسم بالله الا كاين شي افلام ديال بلون نوار كنقولها ديما، ديال البيض والكحل، القصه ديالهم السيناريو ديالهم عاد كيخدموهم المغاربه في 2022 و23 مهزوزين من هذيك. القسم رقم 8 مهزوز من مدرسه المشاغبين، مسرحيه مدرسه المشاغبين اللي قديمه مهزوزه من هكا. يعني شي حوايج شي افكار اللي داروهم هما شحال سابقيننا نعترفوا به. حنا راه كنعترفوا ماشي بحال الكراغل. لقيت حاجه جميله قوي، علم المغرب في احدى المطاعم المصريه. يلا السلام عليكم. ازيك يا ريس؟ ايه الجمال والحلاوه دي كلها؟ ده علم منتخب المغرب اللي مشرفنا في كاس العالم. شجع المغرب في كاس العالم؟ طبعا لازم نشجع المغرب. شو مصر فين كاينه وحنا فين كاينين؟ الجزائر تحداك شي مول مقهى ولا مطعم ولا هكا في الجزائر يدير درابو ديال المغرب؟ ما يديرش. وفين ديك خاوه خاوه ديك العال شجعوا المروك؟ دير علم ديال المروك. ولا القهوه فاش كتكون الماتش يديروا علم ديال المغرب تحت 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 تحت
تحت شاشه التلفاز، ما يقدروش ما يديروش، والسلطه توقف عليهم في البلاصه. جمع لي هذا اش كدير؟ كتقول لي خاوه خاوه المصري حط الضرب تحيه لي خاوه خاوه مع المصري. المغرب بس ولا حد تاني كده معاه؟ هو المغرب عشان طبعا هي المنتخب العربي اللي باقي في كاس العالم طبعا، وشرفنا بصراحه. مين افضل لاعب في المغرب شايف؟ حكيم زياش، وفي لعيبه المنتخب كله بصراحه، المنتخب بصراحة. المنتخب كله، المنتخب كل الرجاله بصراحه. السلام عليكم. انا بصراحه بتمنى من كل قلب نعدي اسبانيا باذن الله. انا ان شاء الله عرفتي لا تزيد نصب عرفتي لك البلاص فلي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا سلام. هيحصل هيحصل ان شاء الله. اللعيبه دي كلها رجاله ان شاء الله، هيحصل باذن الله. دي كلها رجاله. عندك وجبات مغربيه طيب ولا كله مصري؟ لا وجبات مغربيه اشتغلتها في دبي طبعا، عندي كله مصري حاليا دلوقتي. كله مصري؟ كنا عايزين كسكسي كده ولا حاجه. شايف مين؟ تحيه الشعب المصري، هذو خوتنا. انت شوف شوف القلب البيض، وتقارن دابا هذا مع شي كرغولي دابا لوجه الله، دابا تقارن هذا مع كرغولي. لا دوز فيديو اخر. الناس اللي فاهمين القضيه كي دايره، الناس اللي فاهمين الكونسيبت كما كيقول لهم الملك، اللي فاهم الكونسيبت انت اسمع اسمع. جزائريين كسرنا عينه، هذوما اللي عارفين انهم غادي يطلعوها بك كون خسرتي، كون تقصيتي يطلعوها بك. ماشي 100%، 7000%. وحنا عارفين هادشي، 7000% يطلعوها بك كون تقصيتي. عرفتي غير فاش 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 تقصينا في كأس افريقيا، هما راه تقصاو من الدور الاول، يعني نورمالمون خصو يسكتوا. هما تقصاو من الدور الاول وحنا ادوار متقدمه، لعبنا مع مصر وقصتنا مصر. طالع هذيك الوقيته ما بغاوش يسكتوا، رغم انهم هما تقصاو من المجموعات، من المجموعات هما تقصاو. طالعة ديال المغاربة. زو فيديو اخر. كابتن حبيب السؤال الاخير ليك، هل حقد؟ هل حقد؟ وركزوا معايا دابا مزيان. سولوا هادو اثنين لوطوات راس الحمار الدراجي، مذيع مصري يسأل حفيظ الدراجي الدقداق، المهم ان احسن لاعب عربي في كأس العالم بقطر. اسمع ماذا قال حفيظ الدراجي. الحقد يظهر على وجهه. كل شيء كيقول زياش هو احسن لاعب عربي، كل شيء كل شيء كل شيء، الصحفيين المحللين المتتبعين ديال كرة القدم، كل شيء. الدراجي ما يقولكش مغربي هو احسن لاعب، واخا يكون كيطيرها، واخا نديو كأس العالم ما يقولكش المغربي. اسمع اش قال لهم الأخير. من هو اللاعب العربي حتى الآن؟ شفنا منتخب السعودية، شفنا منتخب تونس، شفنا منتخب المغرب، شفنا منتخب قطر. من هو أفضل لاعب سعودي في تقديرك؟ سوري، أفضل لاعب عربي، معلش. شو كيف فكر دابا باش غادي بلاصي زياش شي واحد آخر بلا زياش؟ كيف فكر؟ ما لقاش شي لعاب. العرب كاملين عندك تونس السعودية، ما كاينش شي لعاب اللي برز فيهم. أفضل لاعب عربي في تقديرك؟ هو السعودي حارس المرمى. السعودي حارس المرمى العيسوي او العيسي كان افضلهم. ده افضل لاعب عربي حتى الان. مشى للغارديان افضل لاعب. يلا خصو يرمي يقولش المغربي. شو الحقد؟ تعاود تقول لي اخو اخو غادي نضرب تصيلتك حتى الدور. ها انت شوف الحقد ديالو، مازال ما درنا والو، مازال المغرب لا اسبانيا. انت غريبه قوي. المصري قال لي غريبه قوي، هتقول لي حكم زياش. بالمطلق حكم زياش واحد من الفنانين العرب، لكن في هذا المونديال لا اعتقد ان الحارس السعودي. قال لي حكم زياش نعم واحد من الفنانين العرب، لكن في هذا المونديال اعتقد الحارس السعودي هو احسن. ما يعترفش، ما ودني الوطوات ودني الاحمر حتى هو راه كيوصلوا حقه ديال الحمد الاحمر. شو ودني كي كيطول. كان متميز البارح فقط حتى رغم الخساره، انت طرناه من اهداف كثيره جدا. واش مع راسك شو قال لك؟ يسمع لك كاع انت، ما بقاوش حتى الناس كيشدوا التعليق ديالك. الله يهديك دير عقلك الا بغيتي الدراجي. دابا شوف، دابا الجزائر مؤخرا ولات كتلعب على العاطفه ديال المغاربه، كيبيوزوا لهم شي ناس في الشارع كنشجعوا كنسيبورتيو المروك كنسيبورتيو، لكن في الواقع قسما بالله كنت خسر
ولا يعني التقصى كنت تقصينا من الدور الاول يا واش جاب ما يسكتوا شوف غير الكاميرون اش داروا ليهم في الشوارع يلا برا اخرج كذا الكاميرون هذه كاميرون صاحبي غلباتك غلباتك بكره القدم ما تقبلوش الهزيمه شو اش داروا اليوم ما ادراك بالمغاربه بابا 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 يا حليش كنت تقصينا وما لحد الان مازال ما سكتوش والهدف دبلايلي الهدف دبلايلي مازال كيهضروا عليه بغيتي يسكتوا الا تقصيتي في كاس العالم ما يمكنش لعبوا لك على الوتر ديال العاطفه لا خوا خوا كنشجعكم كنسيبورتيكم المغرب ما نشجع المغرب ما تشجعناش راه المنتخب اللي راه خايف من التشجيع ديالو بعيت ما نقول لكم راه المنتخب اللي شجعوا كيتقصى دابا جلسوا علينا نشجعوا المره اسيدي ما تشجعناش يا صاحبي شجعوا اسبانيا خير لكم اسبانيا خير لكم غير كتعطيوها الغاز فابو شجعوا اسبانيا يا اخوان وصلنا اخر هذا الفيديو شكرا بزاف على الدعم ديالكم على المسانده ما فيها باس الا هبطتي ودرتي ابوني بوطون احمر الدار ما دي عادي يا زعما ما تخسروا ولا الا بركتي راس سبعك ما غاديش يتقطع ولا يتحرق يلا وصلنا اخر هذا الفيديو شكرا بزاف للدعم ديالكم والسلام عليكم واعطيوني الحريره والخبز خور وشي شويه ديال التاي راكي درتي ليا انت الكرو